عليكم. السلام عليكم خوتي حبيبي، كنتمنى تكونوا مزيان، نتمنى كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم لينا لكم فيديو جديد، الفيديو اليوم مرحبا احنا في المحل تاع التوابات كما وعدناكم الاسبوع اللي فات باش نصور المتبع ديالنا التوابات تاع السداري والخيطه ديالهم ان شاء الله. احنا جينا عند واحد المحل هنا في بودير وغادي نصور لكم التوابات باش نقولوا الثمنات ديالهم وتابعوا معنا ما تمشيو الفيديو ونساوش ديروا لايك شاركوا القناه وفعل زر الاشعار باش تشوفوا اي فيديو جديد انا كنزلو. ونساوش تتابعوا الفيديو كل شيء اللي عندكم وخليكم مع الفيديو طبعا. احنا بدينا معكم الجوله كما راكم تشوفوا، احنا عند باب تاع المحل هما التوابات هنايا كاين هادو نانو سلمى سلمى جبتها الجلسه في الدار جالسه سلمى. ها هما التوابات غادي نسول لها الاثمنه ديالهم. دابا راه مشغول مع واحد السيد وغادي نسول لكم على الاثمنه. كاين هذا نتبعوا ماما واش بغات. انا عجبتني هاد هادو كاين شوفي هادي في السيو دابا في الخديه كتجي هكا كامله في الخديه في الخده الكبيره الخده. واو واو كاين غادي نقولوا له يقولنا الثمنات وكل حاجه من صلاح ما كاين هذا الشكل. هذا شوفي فيه العقيق شوبسين هذا كيقولوا القطيفه. سمح لي شحال كيدير هذا الثوب 17 ولا مات كاع هادو بحال بحال ياك هادو ثلاثه هادو 170 درهم للمتر. ها هو شكرا نجي لكم من بعيد باش يبان. كاين هذا اللون كاين هذا اها وفيغ رويال هذاك الفيغ واعر كريمي كريمي هذا 170 درهم المتر. كل شيء هاد السيري هنايا 170 درهم حتى هادو زوينين. مدي لي هذا في الذهبي شوف نوريكم الزباقه ديالو هذا واعر هذا ذهبي واعر في هذا رسمه في الغوز وكاين البيج ديالو ها هو تا هو فيه الذهبي ورسمه في الغوز. غادي نوريكم الوساده دياله. هزي هاد الوساده هادي هزيها باش نوريها لهم. ها هي كيت الوساده ديال داك التوب ها داك اللي راه ليه هادي هي الوساده ديالو ها هو هذا هو. انا علاش قلت لك حتى هذيك اللي من ليه قلت لك ديك الرسمه غير هذاك جاي التوب كامل وهذه هنايا التوب ديال هنا في هذا البغيو هذا الشكل ديال هي زوينه. كاين هاد التوب هذا توب هذا ماشي بحال اللي ليه اللي ليه قطيفه هذا توب داك اللي كيجي واقف. ها هي الرسمه اللي فيه سيريات هادو هما هما اللي ونس ديالو وهادو اللي من هادي هادشي هادوك 9000 9000 المات هادو غير 90 درهم المات زوينين يعني متبيات كنحب له هذا النوع ساكي ما تحت المخد هذا نتاع المات وهذاك اللي فوق تاع المخد ديك الرسمه اللي فوق تجي في المخد فهمتي. عاوتاني كاين هذا هاكو تشوف ديالو فوق تشوف يعني 9000 9000 المات هنايا هذا تاع السداري وهذوك ديال المخاد عرفتي هنايا هذا ها هو وكاين هاي فوق ها هو وكاين هاي هذا في الذهبي هذا راه ماشي ذهبي هذا راه في داك غوز وفيه الذهبي هذا هو اللي مع هذا الذهبي هذا زوينين انت هما مزيانين. حنا جالسين كندور نسولو على الأثمنة وكنصوروا في التوابات وكان ما شافوش راه داير قاسه واختار حنا كاين عاوتاني هذا الشكل هذا شفتو كاين هذا كيمشي مع هذا اللي عنده مع اللوان ورتب زوين وكاين عاوتاني هذا اللي فوق
راه بحال هذا الثوب، بحال هذا الثوب هذا كيمشي مع هذاك اللي الفوق ها هو شفتوه، وكاين هذا عاوتاني تاع السدادوس يمشي مع هذاك تاع الخديات، وهذا فاتح وكيمشي مع هذاك اللي الفوق اللي لها. شوف اللي بغى يعني هادو هادو ثمن تاع هادو هذا غير 60 درهم، هادو 60 درهم بالمات، هادو هذا هو هذا كيجيب المخاد هذا هادو تاع هادو ب 40 درهم المات. ها هو زوين فن كاين هذا في البلو، هذا عاوتاني في الكري والدوري، وهذا في الفيغ رويال هاهمك الخديات ديال المخاد اللي يمشيو معاهم. ما كانش ما كان ما كانش تكفى ما كانش هذه ثلاثة هذه حتى هذا لا ما حليتوش هذه هذا ما حليتوش الالوان حنا ديك بدلنا الوقت مع قلت لك الفوق عاوتاني ولكن انا صاوبته الخده ديالو هذا شوف شوف هادو قالنا 40 درهم الميط، هادو ب 40 درهم الميط، وهادو اللي هنايا قالنا 60 ياك هادو عاوتاني قالنا 60 درهم الميطرو كيما قلت لكم، هادو كان مشي تاع السداري والفوق المسايد ديالهم شحال هذا؟ 65 درهم 65 درهم هادو السادة ديالو هانتوما راكم تشوفوا هذا تبع تاع السداري وهادوك السادة ديالو 65 درهم الميطرو. كاين هذا فيه بلو كاين هذا الباج ها هو نتوما زوين هذا الذهبي والباج 60 درهم المات قد تخيطو ياك نتوما كاين عاود هادو هاد التوب هذا قطيبة انا راه كنتلف من بين القطيبة كاين هذا وكيمشي مع هذا ولا هذا هذا شحال 15000 هذا 15000 شوف عاوتاني زوين فيه الابيض نقرب لكم باش تشوف الذهبي الباج الزواقه اللي فيه وكاين عاوتاني هذا فيه الكري هانتوما هذا فيه الذهبي وهذا فيه ارجنتيكا شوما شتو هنايا جاي توب وهنايا كاين قطيفه هذا توب وهذا قطيفه وهذا كيمشي معها ما بيناش عليها التاسعه كاين هاد التوب كيمشي 3 بياس هانتي كاين هذا اللي فيه الغوزي والذهبي ومع هذا هذا نتاع السداري ياك وهذا كل سايد وهذا اللي لتحت تاع واه ديكورات وشحال هذا المات 80 درهم 80 درهم المات يعني كل واحد فيهم 80 درهم المات نجيو المخاد فكين فوقاني واه المخاد بالفوقاني هذاك نجيو تكايات هذا المسطاني ولتحت عاوتاني تكايات الالوان اللي كاينين زوينين زعما الصراحه حتى هذا فيه طربه بيا سمح لنا ماما وا ها هما هذاك 24 كاين عاوتاني ها هما البنات اخرين كيما هذاك تا هو بحالهم 3 بياس 60 درهم 80 درهم بلوتو هذا هذا هذاك اللون عجبك ياك هذا فيه الموفي والذهبي ها انتوما شو كيجي وهذا معاه اللي الفوق كاين هذا تشيكوا ها هو مع الذهبي كيمشي حتى هو 3 بياس وكاين هذا ذهبي كامل هذا ها هو مع هذا هادو كاع 3 بياس وهادو كاملين 3 بياس كيمشي لا هذا واقيلا غير 2 بياس هذا عاوتاني هذا وهذا هذا يمشي غير السداري والمخد ديالو هادو بحال اللي راه مليان تاع 60 درهم راه لقيناه كيخيط ديجا ها هو كان هنايا كيخيط راه كيبيع الثوب وفي نفس الوقت كيخيط وعنده ثمنات مناسبين زعما في متناول الجميع زعما 40 درهم الميط 60 درهم الميط لقيت 80 درهم الميط لقيت 150 درهم الميط يعني الثمن اللي بغيتيه كان الحجوبه عاود المهم الاشكال والانواع كاينين غير زعما هذا اللي سولناه ليه شحال كان قالنا 150 درهم الميط ياك راه داير له هذا هذا الشوشه تاع الحجوب هذا حجوبه ها انتم شفتوا ها هما على حساب
المهم على حساب كل واحد شنو غادي يختار في الطلامات الحجوبة، يعني تجي تختاري هنا وتدفعي تخيط وتدي صالتك واجدة، والثمانات مبرعين زعما الصراحة والله لا الثمانات رخاصين. كاين عاوتاني هذا، هذاك اللي صورت لكم دركا شوية في القري، وهذا في الذهبي. ها هو زوين هذا في الذهبي، يعني الصالون تكوني دايره فيه الذهبي وتمشي مع هذا الحجاب يجي فين. وهذا عاوتاني الحجوبة، ها هما حجوبة اخرين. كاين هذا، كاين هذا كيما قلت لكم على حسب كل واحدة وشنو غادي تختار في التفصيلات وتشوف الحجاب اللي غادي يمشي لها مع الصالون ديالها. هذا كاين عاود هذا، ها انتوما ها هما انتوما. هذاك ويجي مع هذا كيمشيو دوبلي، هادي مثلا تمشي مع هادي هكا، هاد جوج يمشيو مع بعضياتهم. كيدير حتى الحفه اللي يمشيو مع السدادر ها هما كيخيطهم، كتختاري عاوتاني الثوب وكيخيط لك يعمر لك. المهم في هاد المحل يعني تقدري تلقاي كلشي، تشوف السداري تشوف الحجوب المخاد، المهم هو يخيط يدير كلشي، والثمانات جد مناسبه. الوساده، الوساده كبيره، هاد الوسادة بهاد التوب. دابا هاد التوب كيديروا به الوساد، وهذا يمشي معاه كيديروا به السداري. ها انتم في الذهبي جاي زوين، والوسادة تمشي هكا. هزيها ماما واحد دقيقة، هزيها. هذا هو هذا، وشتي الوسادة كبيرة كي كتجي مع الجنب كيزيدوا لها هاد القطيفة هادي، يعني كل وحده على حسب الخياطه اللي غادي تختارها. القطيفه ودير لها من اللول القطيفه عاود هاك، ردي قلبيها. ها انتما هاد القطيفه هادي، ها هي هام اللي كيخيطوا بها. كاين هاد التكايات، ايوا وسلمى فين ما لقات شي سداري راه جالسه فيه. المهم يا جربتهم فتايات سداد ليهات مشات ليه كانت متكيه شي مدسوسه. كاين هاد الخديات الصغار عاوتاني، كاين المخدات الصغيرين كاين فيها. المهم المحل راه جاي في زنق الطريش بودير، اسم المحل سيدار، مفروشات سيدار. ها انتوما فين جاي المحل، غادي نوريكم بلاصه. ها انتوما ها هي مفروشات سيدار، هاد الثوابات غير 30 درهم شفتوهم، هادو اللي راهم على برا راهم دايرينهم تخفيضات 30 درهم. هاو المهم كيما قلت لكم مفروشات سيدار زنق الطريس بودير، كي كان بعدا ديجا المخبزه اللي جيناها المره اللي فاتت. وهنايا سالت الجولة ديالنا في المحل، هذا هو الفيديو اليوم، نتمنى يعجبكم، ما تنسوناش باللايك والبارتاج والاشتراك حتى نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو ليا فريوسكم وشكرا على المتابعة ديالكم.